الرئيس السيسي يستقبل الرئيس البولندي أندري دودا ويؤكد التطلع لدعم بولندا لمصر في جهودها لمواجهة الإرهاب الدولي. رئيس الوزراء يعلن إنشاء لجنة عليا لدعم سياسة المنافسة والحياد التنافسي. اجتماع لزعماء الاتحاد الأوروبي وتوقعات بالاتفاق على حظر واردات النفط الروسية. 3 عصرا في القاهرة، 1 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بحضراتكم. رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة الرئيس البولندي أندري دودا للقاهرة، مؤكدا أنها تعكس في هذا التوقيت الحيوي الأهمية والأولوية لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وخلال مؤتمر صحفي للرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره البولندي عقب مباحثاتهما بقصر الاتحادية، أشار الرئيس إلى أن المباحثات تطرقت لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات بما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين المصري والبولندي. يسعدني أن أرحب بفخامتكم في زيارة الدولة التي تقومون بها إلى مصر، والتي تكتسب أهمية خاصة كونها أول زيارة رئيسية من الجانبين رغم امتداد العلاقات الدبلوماسية بيننا عبر قرن من الزمان. وحيث تعكس الزيارة في هذا التوقيت الحيوي مدى الأهمية التي نوليها للعلاقات الثنائية بين بلدينا وحرصنا المشترك على الانتقال بها إلى آفاق أرحب ومستوى أكثر تميزاً. وعلى الصعيد الثنائي، تناولت مباحثاتنا بشكل تفصيلي سبل المضي قدما في تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات بما يساهم في تحقيق مصالح الشعبين المصري والبولندي. وتم الترحيب أيضا بالقرار البولندي باستئناف شركة الطيران البولندية الوطنية للرحلات المباشرة بين القاهرة وارسو اعتبارا من 31 مايو 2022. هذا وقد أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تطلع مصر لدعم بولندا لجهود مصر للقضاء على الإرهاب من خلال إلقاء الضوء على الجهود الوطنية المبذولة بهدف حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وأشار الرئيس السيسي إلى أن المباحثات تطرقت أيضا إلى استعراض جهود مصر لوقف الهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية لأوروبا. حرصت على اطلاع الرئيس البولندي على كافة التطورات التي تشهدها مصر في المجالات ذات الصلة بعمل الاتحاد الأوروبي، مثل قضايا مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان، حيث تم استعراض الجهود المصرية المبذولة في هذا الصدد، لا سيما مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021. وكذا ما يتعلق بالتطور الذي تم إحرازه في مجال تعزيز حقوق المواطنة والحريات الدينية ومكافحة التطرف. وقد تطرقت المباحثات أيضا إلى استعراض الجهود التي بذلتها مصر من خلال جميع مؤسساتها لوقف الهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية لأوروبا عبر البحر المتوسط، وذلك على الرغم من العبء الملقى على اقتصادنا من خلال استضافة أكثر من 6 ملايين لاجئ يتمتعون بكافة الحقوق الأساسية والخدمات الاجتماعية في مصر. وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس البولندي أنه تم ترحيب بما أبدته بولندا بتقديم الخبرة في استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ COP27، حيث استضافت بولندا 3 دورات سابقة للقمة. كما تم الترحيب بما أبدته بولندا من استعداد لتقديم الخبرة فيما يتعلق باستضافة مصر القمة العالمية للمناخ COP27، أخذا في الاعتبار استضافة بولندا ل3 دورات سابقة للقمة. ولقد شهدت المباحثات توافقا حول أهمية دعم استقرار التنمية الاجتماعية والاقتصادية أثناء تطبيق إجراءات التخفيف والتكيف مع أثار التغير المناخي، وتم توجيه الدعوة للجانب البولندي للمشاركة رفيعة المستوى في المؤتمر.
وعلى صعيد القضايا الإقليمية والدولية، أكد الرئيس السيسي أن المباحثات تطرقت إلى عدد من القضايا ذات الأهمية والأولوية بالنسبة لمصر، وفي مقدمتها ملف سد النهضة. كما أكد الرئيس السيسي أنه تم التباحث حول قضايا الشرق الأوسط، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي تعد القضية الجوهرية في المنطقة. تطرقت المباحثات إلى عدد من القضايا ذات الأهمية والأولوية بالنسبة لمصر، وفي مقدمتها ملف سد النهضة، حيث تم استعراض الجهود المصرية على مدار عقد كامل من المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق منصف وملزم قانونيا بما يكفل عدم الإضرار بالمصالح المائية المصرية وبحقوق الأجيال الحالية والقادمة من مياه النيل، المصدر الأساسي للمياه بالنسبة لمصر. وفي ذات الوقت يضمن فيه أيضا بشكل عادل تحقيق الأهداف التنموية للشعب الأثيوبي. كما تطرقت المباحثات إلى عدد من قضايا منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي تعد القضية الجوهرية في المنطقة، حيث تم التأكيد على أهمية حل دولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الموقف المصري من الأزمة الروسية الأوكرانية يقوم على أساس تناول كافة السبل المؤدية إلى التهدئة والتوصل إلى حل سلمي للنزاع. تناولت المباحثات الأزمة الروسية الأوكرانية التي تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي بأسره وتهدد الأمن الغذائي لمختلف دول العالم، حيث تم الاستماع لوجهة النظر البولندية إزاء مسببات الأزمة وسبل التغلب عليها. كما تم استعراض وجهة النظر المصرية إزاء الأزمة والموقف المصري في هذا الصدد، والذي يقوم على أساس تناول كافة السبل المؤدية إلى التهدئة والتوصل إلى حل سلمي للنزاع، وبذل كافة الجهود من أجل تحقيق ذلك سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي أو الدولي. ومن ثم تم التأكيد على أهمية إيجاد البدائل والحلول التي تضمن تجنيب الشعوب الآثار السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية. We'll be right back.
من جانبه وصف الرئيس البولندي أندري دودا زيارته الرسمية إلى مصر بأنها تمثل مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين. وأكد الرئيس البولندي خلال المؤتمر الصحفي مع رئيس السيسي سعي بلاده لتعميق العلاقات مع مصر وخاصة في مجال الطيران بالإضافة إلى المجالات الاقتصادية والسياحية. هذه الزيارة ستبدأ في عصر جديد بين العلاقات الثنائية المتبادلة. دعوت سيادة الرئيس وفخامته إلى وارسو، أتمنى أن يتم ذلك بسهولة. أستطيع أن أقول أن بعلاقاتنا الآن يحصل الكثير من الشيء من أجل تعميق هذه العلاقات، وخاصة ما ذكره السيد الرئيس في مجال العلاقات كالعلاقات الجوية بين 5 مرات من الطيران في الأسبوع. ستكون هذا مساعد للعلاقات الاقتصادية والسياحية أيضا. أكد الرئيس البولندي أندري دودا على أن بلاده تدعم مصر في مفاوضات سد النهضة وعدم تضررها من تشغيل السد، مضيفا أن بولندا تتفهم أهمية مياه نهر النيل بالنسبة لمصر. نتفهم أهمية مياه النيل وما يتعلق بسد النهضة الذي يشكل أرقا للسلطات البولندية. نحن سندعم السلطات البولندية والسلطات المصرية ومصر في أن لا تؤثر هذا السد وبنائه على الاقتصاد والزراعة المصريين. وهي قضية ليست فقط تتعلق بمصر وحده وإنما بجزء كبير من شمال أفريقيا، وهنا لا شك لدينا أبدا بأن هذا الدعم من الجهة البولندية هو موجود. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته قد استقبلا الرئيس البولندي أندري دودا وقرينته في قصر الاتحادية، وأجريت مراسم استقبال رسمية حيث عزف السلام الوطني للبلدين، ثم استعرض الرئيسان حرس الشرف. وعقب ذلك صافح الرئيس البولندي عددا من الوزراء، فيما صافح الرئيس السيسي الوفد المرافق للرئيس دودا. كما شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره البولندي أندري دودا مراسم توقيع عدة اتفاقيات تعاون بين البلدين، وذلك بقصر الاتحادية. وتم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البحوث الزراعية بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمصر ووزارة الزراعة والتنمية الريفية ببولندا. كما جرى توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة بين وزارة الشباب والرياضة بمصر ووزارة الرياضة والسياحة جمهورية بولندا. وتم أيضا توقيع مذكرة تفاهم بين معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية والأكاديمية الدبلوماسية بوزارة خارجية بولندا. للمزيد ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ أشرف العشري مدير تحرير الأهرام. أهلا بك معنا وتحية لك أستاذ أشرف. بداية يعني عدة محاور تطرق إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره البولندي، إلى أي مدى يسهم هذا اللقاء وهذه القمة في تعزيز علاقات الشراكة بين البلدين؟ مساء الخير. بكل تأكيد العلاقات أو المباحثات المصرية البولندية اليوم أعتقد أنها كانت معمقة واحتوت على كثير من القضايا والملفات بالغة الأهمية، إحداث نوع من ترسيخ عواصر العمق الاقتصادي والسياسي في المرحلة القادمة بين البلدين، خاصة أنها الزيارة الأولى لرئيس بولندا بعد سنوات طويلة. وأعتقد أن القاهرة راغبة في إحداث نوع من الانفتاح مع كثير من دول العالم، أملت أن يكون هناك إشكالية تعزيز للحدود والركيزة المصرية في ملفات الإقليم وعلى المستوى الدولي والعالمي. كل تأكيد المبعثات اشرت على كثير من الملفات بلغت الاهميه سواء على المستوى الثنائي او حتى على المستوى القضايا الاقليميه والدوليه، وابرزها ما يتعلق بامكانيات تعميق العلاقات المصريه البولنديه في مجالات الصناعه والتجاره والتكنولوجيا وتوطين الصناعات البولنديه في نصف المرحله القادمه، والاتفاق على مجموعه من المشروعات الاستثماريه الكبرى في المرحله القادمه، خاصه حضور النجاحات التي اكدتها مصر من خلال احداث طفره في المسار الاقتصادي والتنموي. وهذا الامر الذي شجع بولندا وغيرها من دول العالم على يكون لديها درجه كبيره من الحضور في الملفات الاقتصاديه والتنمويه بشكل كبير في هذه المرحله الدقيقه، بالاضافه الى البحث في كثير من القضايا الخاصه بتعميق العلاقات
على المستويات السياسية بضوء ما يواجه العالم والشرق الأوسط من قضايا وتحديات بلغة الأهمية. ترتقي بولندا أن يكون لديها دور كبير في المشاركة في قضايا الإقليم خلال الغطاء والحاضنة المصرية باعتبار أن مصر تشكل فرق صعب في المعادلة الإقليمية وأيضا العربية والشرق الأوسطية، بالإضافة إلى البحث في قضايا تتعلق بالحرب الإلكترونية الروسية والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. وكان اللافت هو هذا التأييد الإيجابي للغاية من قبل الجانب البولندي لأزمة سد النهضة وتأييد المواقف المصرية باعتبار أنها مواقف راسخة وعادلة تتماشى مع القرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي. وأعتقد الجانب البولندي أعرب عن تفاؤله بإمكانية أن يكون هناك بالفعل تحرك في المرحلة القادمة لتأييد المواقف المصرية باعتبار أنها نابعة من حقوق تاريخية شرعها القانون الدولي ووفر لديها استحقاقات النجاح في هذه المرحلة الأخيرة. بالإضافة للقضايا الخاصة في تطورات الأوضاع فيما يتعلق بالقضايا الفلسطينية، شيء إيجابي أن يكون هناك بالفعل درجة كبيرة من التعاطي البولندي لتأييد الحضور والجهد المصري في إمكانية أن يكون هناك بالفعل توسط إلى سبل أو حل إيجابي حل دولتين في الأراضي المحتلة في المرحلة القادمة باعتبار الجهد المصري هو الأبرز والأكثر حضورا في هذا الملف على مدار 70 عاما، وتمثل مصر المركز الرئيسي لتوفير التسويات الخاصة بالقضية الفلسطينية. وأعتقد أن الجانب البولندي استشعر وعلم تماما ويعلم أن هذا الحضور المصري وهذه المساندة من قبل المجتمع الدولي يشكل قيمة مضافة للجهد المصري لإحداث نوع من الاختراق في هذه القضية التي تشكل حجر زاوية للاستقرار. نعم مفهوم. طيب أستاذ أشرف، يعني بولندا استضافت 3 دورات سابقة للقمة العالمية للمناخ، ومصر تترقب هذه القمة كوب 27. إلى أي مدى يمكن أن تساهم بولندا بخبراتها في هذه القمة المرتقبة في مصر؟ هذه القضية كانت محور بحث ونقاش معمق بين الزعيمين، واعتقد ان الجانب البولندي اعتقد ان كان لديه درجة كبيرة من التفاؤل بنجاح مصر في استضافة هذه القمة في شهر القادم في شرم الشيخ، واعتقد ان تم التباحث عن امكانية ان يكون هناك تعاون مصري بولندي ونقل الخبرات والاتفاق على افق حل لكثير من القضايا المتعلقة بالمناخ في العالم باعتبارها قضية جوهرية وحساسة تواجه كثير من دول العالم حاليا. اعتقد ان هذه الاستضافة من قبل مصر في شرم الشيخ وايضا المشاركة البولندية ونقل كثير من التجارب البولندية فهذا الشأن من شأنه أن يوفر كثير من استحقاقات النجاح لهذه القمة، تمثل نقلة حضارية في المرحلة القادمة، خاصة أن المجتمع الدولي يعول على نجاح هذه القمة في شرم الشيخ لإصدار قرارات فعلية وليس توصيات فقط في هذه المرحلة، وهذا ما تنشره تسعى إليه مصر بكثير من الجهد والحراك في هذا الشأن. وبالتالي المشاركة أو التعاون المصري البولندي فيما يتعلق في قضية المناخ 27 كوب 27 من شأنه أن يوفر استحقاقات النجاح لهذه القمة وأن يكون هناك تبادل المشروعات والقضايا على جدول الأعمال وأيضا سبل الخروج بقرارات ومقررات تلعب دورا كبيرا في توفير تفاهم دولي وإحداث نقلة في التطبيق العملي لهذه القرارات في المرحلة القادمة، لأن المجتمع الدولي يراهن على هذه القمة باعتبارها أنها ستكون حجر الزاوية لبدء تطبيق قرارات الشرعية الدولية في الحفاظ على المناخ والبيئة في المرحلة القادمة. نعم اتضحت فكرتك أستاذ أشرف العشري مدير تحرير الأهرام، أشكرك جزيل الشكر. من جهتها قالت السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها على موقع الفيسبوك إنها شرفت باستقبال قرينة رئيس جمهورية بولندا أجاتا كارنهاوز. وأضافت السيدة انتصار السيسي أن اللقاء كان حافلا بالمناقشات الثرية حول اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بذوي الهمم وتمكين الشباب. وذكرت السيدة انتصار السيسي أنه تم التطرق خلال الحديث عن مبادرة حياة كريمة التي تستهدف تغيير وجه الحياة في جميع أنحاء الجمهورية. وشددت السيدة انتصار السيسي على ترحيبها بضيوف مصر الكرام متمنية لهم قضاء وقت ممتع في بلدهم الثاني مصر. دعا رئيس هيئة الاستثمار المستشار محمد عبد الوهاب مجتمع الأعمال البولندي لعقد شراكات استثمارية مع مجتمع الأعمال المصري، وذلك للاستفادة من التكنولوجيا البولندية وموقع مصر المتميز، الأمر الذي يضمن النجاح للشراكة الاستثمارية بين البلدين. وخلال لقائه بوفد من كبرى الشركات البولندية أكد عبد الوهاب أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بجذب الاستثمارات الصديقة للبيئة. حضر اللقاء ممثلو كبرى الشركات البولندية في مجالات إنشاء وإدارة المدن الذكية والتكنولوجيا الخضراء والتشييد والبناء الصديق للبيئة، فضلا عن ممثلي وكالة الاستثمار والتجارة البولندية ومجلس إدارة بنك التنمية البولندي.
استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي استراتيجية دعم سياسات المنافسة والحيادة التنافسية، وذلك خلال اجتماع بحضور وزيرة التجارة والصناعة ورئيس جهاز حماية المنافسة. وشدد رئيس الوزراء على العمل لزيادة فعاليات جهاز حماية المنافسة خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار الخطة التي تتبناها الدولة لاستكمال مرحلة جديدة من الإصلاحات الهيكلية في مختلف القطاعات. وأشار مدبولي إلى إنشاء لجنة عليا لدعم سياسة المنافسة والحيادة التنافسية تهدف إلى وضع المعايير والقواعد اللازمة للجهات الإدارية بالدولة لضمان توافق سياساتها وقراراتها مع سياسات المنافسة ومبدأ الحيادة التنافسية. التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة اللواء حسن بالقاسم رئيس دائرة الاستعمال والتحضير رئيس الوفد العسكري الجزائري الذي يزور مصر حاليا ضمن فعاليات لجنة التعاون العسكري المصرية الجزائرية. تناول اللقاء عددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن بحث آفاق التعاون العسكري في العديد من المجالات بين الجانبين. وأكد الفريق أسامة عسكر حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون في مختلف المجالات العسكرية بما يعود بالنفع وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة للبلدين. من جانبه أشاد رئيس الوفد الجزائري بالجهود التي تبذلها مصر وقواتها المسلحة لدعم جهود الأمن والاستقرار بالقارة الإفريقية، مؤكدا حرص بلاده على دعم آفاق التعاون العسكري خلال المرحلة المقبلة. وقعت إدارة البحوث الفنية والتطوير بالقوات المسلحة بروتوكولات تعاون لدراسة التوسع في تنفيذ البحوث الفنية مع المركز القومي للبحوث ومعهد بحوث البترول ومركز بحوث وتطوير الفلزات والمعهد القومي للقياس والمعايرة. ويأتي توقيع بروتوكولات التعاون في إطار توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة، وبما يحقق التعاون المشترك في كافة المجالات العلمية والبحثية والفنية والتطبيقية مع الجهات البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك لامتلاك العلم والمعرفة ومواكبة تكنولوجيات التسليح والتصنيع المختلفة. واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي. تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 408 قضايا تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 76 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 43 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 18 طن. أما في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 15 طن أسمنت. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط ما يقرب من 631 قضية، من بينها 186 قضية خبز ناقص الوزن، فضلا عن 171 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. أما في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 11 قضية بمضبوطات بلغت أكثر من 87 طن أقماح محلي. أعلن حاكم لوهانسك سيرهي هايداي أن القوات الروسية دخلت وسط مدينة سفيرودونتسك بعد مقاومة عنيفة من القوات الأوكرانية. وحذر حاكم المدينة الأوكرانية من أن نحو مليون أوكرانية باتوا في عزلة بمنطقة سفيرودونتسك شرق البلاد دون خدمات غاز أو كهرباء. كما انتقد حاكم لوهانسك ألمانيا والمجر متهما إياهم بتأخير تسليم الأسلحة للجيش الأوكراني.
ووصلت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا إلى العاصمة الأوكرانية كييف للتعبير عن دعم بلادها للشعب الأوكراني. وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها أن الوزيرة ستلتقي في كييف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلانسكي ونظيرها الأوكراني ديمترو كوليبا، كما ستزور بلدة بوتشا وتسلم مساعدات مقدمة من الحكومة الفرنسية. قالت وزارة الدفاع البريطانية إن روسيا تكبدت خسائر جسيمة في صفوف الضباط من الرتب المنخفضة والمتوسطة خلال عملياتها العسكرية في أوكرانيا. وأوضح تقرير للمخابرات العسكرية البريطانية أن هذه الخسائر تزيد من احتمالات تراجع الفعالية العسكرية للجيش الروسي في المستقبل، كما لفت التقرير البريطاني إلى أن هناك معلومات عن حالات عصيان داخلية بين أفراد القوات الروسية في أوكرانيا. يجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق اليوم لإعلان استمرار دعم أوكرانيا ولمساعدتها في التصدي للعملية العسكرية الروسية. وجاء في أحدث مسودة للاجتماع أن المجلس الأوروبي سيتفق على أن الحزمة السادسة من العقوبات على روسيا ستشمل النفط الخام وكذلك المنتجات البترولية التي تزود بها روسيا الدول الأعضاء، مع استثناء مؤقت للنفط الخام الذي ينقل عبر خط أنابيب. وسيبحث زعماء الاتحاد الذي يضم 27 دولة على مدار يومين أفضل السبل لمساعدة أوكرانيا بعد نحو 4 أشهر على بدء العملية العسكرية، وإيجاد أفضل السبل للتصدي لتبعات الأزمة من ارتفاع أسعار الطاقة ونقص الغذاء، بالإضافة لاحتياجات الاتحاد الدفاعية. قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها قصفت منشأة لبناء السفن في مدينة ميكولايف بجنوب أوكرانيا، وأنها دمرت مركبات ومعدات أخرى. كما نشرت وزارة الدفاع لقطات لما قالت إنه عمل قتالي لطائرة هجومية من طراز سو-25 على ارتفاعات منخفضة للغاية، قامت بضربات جوية صاروخية ضد المنشآت العسكرية الأوكرانية خلال إحدى الطلعات الجوية. أهلا بكم من جديد. بلغ التضخم الألماني في مايو أعلى مستوى له منذ ما يقرب من نصف قرن، نتيجة لأسعار الطاقة والغذاء التي ارتفعت فقط منذ بداية الحرب في أوكرانيا. وقال مكتب الإحصاء الفيدرالي إن أسعار المستهلك زادت بمعدل سنوي قدره 8.7%. وأضاف المكتب أن آخر مرة كان فيها التضخم مرتفعا بشكل مماثل في ألمانيا كانت خلال شتاء 1973، عندما ارتفعت أسعار الزيوت المعدنية نتيجة لأزمة النفط الأولى. أظهرت بيانات رسمية تراجع الثقة في القطاع الصناعي بمنطقة اليورو في مايو. وأظهر المسح الشهري للمفوضية الأوروبية أن المعنويات في القطاع الصناعي في 19 دولة تتقاسم اليورو انخفضت إلى 6.3 نقطة في مايو من 7.7 نقطة في إبريل. وكانت الثقة في اقتصاد منطقة اليورو انخفضت الشهر الماضي إلى أدنى مستوى لها في عام، حيث أدى تأثير الحرب في أوكرانيا إلى تراجع مؤشرات الثقة بين الصناع والمستهلكين.
استقرت توقعات البريطانيين لتضخم هذا الشهر عند مستويات عالية، حيث من المتوقع أن يبقي بنك إنجلترا في حالة تأهب ويبقى في حالة تأهب بشأن نمو الأسعار. ووفقا لمسح اقتصادي، فقد ارتفعت توقعات التضخم العام للأشهر الاثني عشرة القادمة إلى 6.1%، حيث من المتوقع أن يقوم بنك إنجلترا برفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية بسبب القلق بشأن توقعات التضخم على المدى المتوسط. أفادت صحيفة تايمز بأن الوزراء البريطانيون حذروا من احتمال انقطاع التيار الكهربائي عن ما يصل إلى 6 ملايين أسرة في شتاء هذا العام إذا قطعت روسيا إمدادات الغاز عن الاتحاد الأوروبي. وأشارت الصحيفة إلى أنه قد يتم فرض قيود على الاستخدام الصناعي للغاز، بما في ذلك على محطات الطاقة الكهربائية التي تعمل بالغاز، مما يسبب نقصا بالكهرباء، وبالتالي يمكن أن يشهد 6 ملايين منزل تقنينا قاسيا للكهرباء قد يستمر لأكثر من شهر في أوقات الذروة في الصباح والمساء. تشهد الولايات المتحدة الأمريكية أزمة قاسية تتمثل في نقص حاد لحليب الأطفال، الأمر الذي يثير قلق الملايين من المواطنين. تفاقمت هذه الأزمة بعد الإعلان عن توقف الإنتاج بأكبر مصنع لإنتاج حليب الأطفال عقب وفاة طفل بسبب التسمم. أزمة قاسية تشهدها الولايات المتحدة ونقصا نادرا يعاني منه المواطنون الأمريكيون من حليب الأطفال في أزمة تثير قلق الملايين في سائر الولايات الأمريكية. أزمة طفت إلى السطح منذ الإعلان عن توقف الإنتاج في أكبر مصنع لإنتاج حليب الأطفال عقب وفاة طفل بسبب التسمم. وزارة الدفاع الأمريكية دخلت على خط الأزمة من خلال جسر جوي أقامته بالتعاون مع شركات الطيران لتوفير وإتاحة تسريع استيراد حليب الأطفال وتوزيعه على المدن والبلدات الأمريكية. ووعدت الإدارة الأمريكية بتقديم دعم لمصنعي هذا المنتج الأساسي، خصوصا الشركات، في محاولة للتغلب على الأزمة. واندلعت هذه الأزمة بسبب مشكلات في التوريد ونقص في اليد العاملة جراء جائحة كوفيد-19، لكنها ما لبثت أن تفاقمت في فبراير الماضي عقب إغلاق مصنع تابع لمجموعة أبوت في ميشيغان وسحب منتجات للشركة بسبب الاشتباه بتسببها بوفاة طفلين رضيعين. وخلال الأيام الماضية خلت أرفف متاجر البقالة من لبن الأطفال في العديد من المدن، فيما استمرت الحكومة الفيدرالية في اتخاذ خطوات غير مسبوقة نحو تسريع إنتاج وتوزيع المكملات الحيوية. وأظهرت بيانات لمتابعة مخزون حليب الأطفال في أكثر من 11 ألف متجر بالولايات المتحدة أن 43% من المنتجات الأكثر مبيعاً كانت غير متوفرة حتى نهاية الأسبوع الثاني من مايو الجاري، وفي 5 ولايات اختفت أكثر من نصف منتجات حليب الأطفال من المتاجر. جدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية إدانة اقتحام المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة. ووصف إشتية خلال اجتماع لمجلس الوزراء الفلسطيني اقتحامات المستوطنين في حماية شرطة الاحتلال بأنه تحول كبير وخطير في القضية الفلسطينية، داعيا دول العالم لوقف الانتهاكات وتوفير الحماية للفلسطينيين والمقدسات. في الوقت نفسه اقتحم عشرات المستوطنين من جديد ساحات المسجد الأقصى المبارك بحراسة من قبل القوات الإسرائيلية. وعراقيا، أفاد مصدر أمني بمقتل وإصابة 3 أشخاص جراء انفجار قنبلة شرقي العاصمة بغداد. وقال المصدر الأمني إن قنبلة يدوية انفجرت داخل منزل، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 2 آخرين. كانت العملية المشتركة العراقية قد أعلنت أمس الأحد اتخاذ الإجراءات الأمنية المشددة للحد من هجمات تنظيم داعش الإرهابي، لا سيما في المناطق التي تشهد تضاريس جغرافية صعبة. بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي تطورات المشروعات التي ينفذها البنك الدولي في لبنان.
جاء ذلك خلال لقائه مع المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروك كومارجا. كما بحث ميقاتي مع سفير بريطانيا في لبنان يان كولرد الأوضاع السياسية في لبنان والمنطقة، وذلك خلال لقائهما بالسراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية. وفي السياق ذاته التقى ميقاتي مع وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس أبيض، وذلك للاطلاع على مشاركة الوزير في اجتماعات منظمة الصحة العالمية التي عقدت في جنيف. ذكرت وسائل إعلام أن كوريا الشمالية رفعت القيود المفروضة على الحركة في العاصمة بيونغيانغ مع إعلانها أن وضع الفيروس أصبح تحت السيطرة الآن. وخاضت كوريا الشمالية معركة ضد موجة غير مسبوقة من كورونا منذ إعلان حالة الطوارئ وفرض إغلاق على مستوى البلاد في بداية هذا الشهر، مما أثار مخاوف بشأن نقص اللقاحات والإمدادات الطبية ونقص الغذاء. قالت وزارة الصحة بدولة الإمارات إنه تم تسجيل 3 إصابات أخرى بجدر القردة، وذلك بعد أسبوع تقريبا من إعلان أول إصابة بهذا الفيروس في الإمارات. وأوضحت الوزارة بضرورة اتباع إجراءات السلامة والوقاية الصحية كافة وأخذ التدابير الوقائية عند السفر والتجمعات وتجنب السلوكيات غير الآمنة وغير الصحية. كانت الإصابة الأولى قد تم إعلانها الثلاثاء الماضي لامرأة تبلغ من العمر 29 عاما كانت تزور البلاد من غرب أفريقيا. احتل المرشح اليساري جوستافو بيترو الصدارة خلال الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت في كولومبيا، ومن المقرر أن يواجه في الجولة الثانية التي تجرى بعد 3 أسابيع رجل الأعمال رودولفو هيرنانز الذي احتل المركز الثاني. حصل بيترو على 40.3% من الأصوات متقدما على هيرنانز الذي حصد 28.1% بعد فرز نحو 97% من الأصوات. في انتخابات رئاسية وصفت بأنها ستكون فاصلة، احتل المرشح اليساري الكولومبي جوستافو بيترو الصدارة خلال الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية. بيترو المرشح اليساري سيواجه في الجولة الثانية التي تجرى في 19 يونيو المقبل رجل الأعمال رودولفو هيرنانديز الذي احتل المركز الثاني بصورة مفاجئة. إحصائيات مكتب التسجيل الوطني أظهرت حصول بيترو على 40.3% من الأصوات بعد فرز 96.2% من صناديق الاقتراع، بينما حصل هيرنانديز على 28.1%، وتصدر بيترو باستمرار استطلاعات الرأي العام نتيجة تعهداته بإعادة توزيع رواتب التقاعد وعرضه للالتحاق بالجامعات العامة بالرسوم ومكافحة التفاوت الطبقي العميق. أما هيرنانديز الذي كان رئيسا لإحدى البلديات فصعد في استطلاعات الرأي في الأسبوعين الماضيين فقط مدعوما بحضوره على وسائل التواصل الاجتماعي، وتعهد بإنهاء الامتيازات الممنوحة للمسؤولين وترشيد الإنفاق لدى حكم البلاد. وسيكون تولي جوستافو بيترو على منصب في البلاد بمثابة زلزال سياسي في بلد يحتكر فيه المحافظون السلطة منذ عقود. شهد وزيرا التنمية المحلية والتعاون الدولي مراسم التوقيع على 3 بروتوكولات تعاون لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية لمشروع تطهير مصرف كيتشنر بمحافظة كفر الشيخ والغربية والدقهلية، وذلك بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. تشتمل المشروعات على إنشاء عدد من مصانع تدوير ومعالجة المخلفات والمحطات الوسيطة، وعلى شراء معدات جمع ونقل المخلفات وإغلاق المقالب وتأهيل للمدافن الصحية الآمنة بالمحافظات الثلاث. أكدت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشوط أن الحكومة تولي اهتماما خاصا بقطاعي الزراعة والاتصالات كما هو متضمن في المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية. كما أكدت رانيا المشروط على مشاركة الخبرات والتجارب الدولية في سبيل تعزيز التعاون المشترك بين الحكومة وشركاء التنمية لتعزيز التحول الرقمي في قطاع الزراعة.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها وزيرة التعاون الدولي عبر الفيديو في افتتاح ملتقى التكنولوجيا أجريتاك الزراعية والذي ينظمه الصندوق الدولي للتنمية الزراعية. إن جمهورية مصر العربية تولي اهتماما خاصا لقطاعي الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كما هو متضمن في المرحلة الثانية للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ويعزز هذا الملتقى من تضافر الجهود ما بين هذين القطاعين الحيويين ومشاركة الخبرات والتجارب الدولية وإيجاد فرص تنموية مشتركة ما بين جمهورية مصر العربية وشركاء التنمية من المنظمات التنموية الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، كما يأتي الملتقى كثمرة للتعاون مع شريك نجاح مهم لجمهورية مصر العربية وهو الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إيفاد. إلى البورصة المصرية التي أنهت تعاملات جلسة اليوم على صعود جماعي للمؤشرات بدعم من مشتريات للمتعاملين المصريين قابلتها مبيعات للعرب والأجانب. سجل رأس المال السوقي مستوى 663.5 مليار جنيه وسط تداولات بلغت نحو 1.3 مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات صعد مؤشر EGX 30 بنسبة بلغت 0.22% ليغلق عند مستوى 10109 نقاط. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 1737 نقطة. وصعد مؤشر EGX 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 2614 نقطة. تحول اليوم ذكرى وفاة النجم الراحل حسن حسني الذي رحل عن عالمنا في عام 2020 إثر إصابته بأزمة قلبية حادة. قدم النجم الراحل خلال مسيرته مئات الأعمال الفنية التي نجح من خلالها في حفر اسمه وسط عمالقة الفن المصري. ورياضيا، أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم إيهاب جلال القائمة النهائية لمعسكر المنتخب المقرر إقامته اليوم حتى 14 يونيو المقبل، وذلك في إطار الاستعداد لمباراتي غينيا وإثيوبيا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023. أوضح اتحاد الكرة في بيان له أن الجهاز الفني فضل عدم الإعلان عن أسماء لاعبي الأهلي المقرر انضمامهم للمنتخب، وذلك لارتباطهم بمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، على أن يتم الإعلان عن الأسماء المختارة عقب المباراة. يلتقي الأهلي اليوم مع الوداد الرياضي المغربي في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا. ويعد الأهلي الفريق الأكثر تتويجا بلقب دوري أبطال أفريقيا بوقع 10 مرات منها آخر نسختين. تتجه أنظار عشاق كرة القدم صوب ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية، والذي يستضيف قمة عربية تجمع بين الأهلي والوداد الرياضي المغربي في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا. ويخوض المارد الأحمر نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة 15 في تاريخه، وهو الفريق الأكثر تتويجا باللقب بواقع 10 مرات
منها آخر نسختين، بينما خسر الأهلي النهائي 4 مرات. ويتسلح الأهلي بعامل خبرة التعامل مع اللقاءات النهائية، حيث لم يخسر الفريق الأحمر أي مباراة تحت قيادة المدير الفني بيتسو موسيماني سوى أمام طلائع الجيش في السوبر المصري، وهو الأمر الذي يعول عليه الفريق الأحمر من أجل العودة من الدار البيضاء بالتتويج القاري. إن شاء الله تعالى أن الأهلي يحقق البطولة الثالثة كأهلاوي يعني، وده متوقع من النادي الأهلي لأنه حصل قبل كده بعض المواقف المماثلة. إن شاء الله بكرة الأهلي يكسب ويكون النتيجة إن شاء الله 1-0. 3-1 للأهلي كده كده. إن شاء الله 2-0 أفشة عبد القادر. إن شاء الله إحنا هنكسب 2-1. بإذن الله 2-0 للأهلي. إن شاء الله الأهلي يغلب ويغلب 2-1 ويسجل أهداف شريف أو بيرسيتاو. بس هو أكيد طبعا الأهلي أكيد، عشان إحنا من شجاع الأهلي قوي يعني بجد، وأكيد طبعا الأهلي يعني مثلا 3-0 يعني أول أهلي. إن شاء الله بكرة الأهلي 2-1. الفريقين كبار جدا، الوداد بيعيش في أفضل حالاته، مش هو الفريق اللي قبله الأهلي في الدور قبل النهائي لنسخة البطولة في عام 2020 وقدر يغلبه هناك 2-0 وهنا في مصر 3-1. مباراة صعبة جدا على الأهلي وعلى الوداد برضه، مش صعبة بس على الأهلي. طبعا الوداد يمتلك أفضلية الأرض والملعب، الأرض والجمهور بشكل كبير، بس الأهلي طبعا عنده خبرات كبيرة جدا من آخر 6 نهائيات وصل 5، فيمتلك من الخبرات الكبيرة جدا إن هو يقدر يعدي ومر بالظروف دي قبل كده. هذا ويفتقد دفاع الأهلي عنصرا مهما وهو محمد عبد المنعم للإصابة، بخلاف المغربي بدر بنون البعيد عن المشاركة منذ شهور لمضاعفات فيروس كورونا، كما يغيب لويس ميكيسوني للإصابة، بخلاف الثنائي عمار حمدي وأكرم توفيق اللذين يعانين من إصابات طويلة. وتاريخيا التقى الأهلي والوداد في المباريات النهائية لدوري أبطال أفريقيا مرة واحدة، كانت عام 2017 وحسمها الوداد على ملعب محمد الخامس وتوج باللقب بعد الفوز إيابا بهدف نظيف عقب التعادل بهدف لمثله ذهابا في القارة. شاهدين وصلنا الآن إلى عناوين الأخبار. الرئيس السيسي يستقبل الرئيس البولندي أندري دودا ويؤكد تطلعه لدعم بولندا لمصر في جهودها لمواجهة الإرهاب الدولي. رئيس الوزراء يعلن إنشاء لجنة عليا لدعم سياسة المنافسة والحياد التنافسي. اجتماع لزعماء الاتحاد الأوروبي وتوقعات بالاتفاق على حظر واردات النفط الروسية. وصلنا وإياكم إلى الختام، نشكر لكم حسن المتابعة.